كثير بالمقابلة، وهي كانت مقابلة يعني تم فيها توضيح العديد من النقاط بغض النظر سكوب ولا مش سكوب موضوع الاعتذار. أكيد تبعتها إنه المقابلة؟ إيه تبعتها. إيه حرام، صار هجوم كبير على مريم. يعني إنه خليني أقول مسألتين سمر. اولا مريم هي تقول انا لست محاوره عمليا، انا مش حاطه حالي محاوره، هي كاتبه درجه اولى ومقدمه نشرات اخبار، وهي تدير اخبار بوحده من القنوات المشاهده جدا. هي امر اول. الامر الثاني، انا عم بحكي على الجديد، انا بعرف بالمعلومات انه ليس هذا الاتفاق الذي حصل بالمقابله، يعني كان في اتفاق اخر تماما، انه اولا في كان بعض الاسرار التي يجب ان تحكى في هذه المقابله. الرئيس الحريري لسبب له علاقة به ما حب يحكيها على الهواء، كان الاعتذار المفترض يكون عندكم كمان. بعدين كان توجه المقابلة غير التوجه اللي راحت باتجاهه، يعني خلينا نقول بدأت المقابلة بشكل ودي، وهذا بعتقد يمكن قد يكون كان خيارا عند قناة الجديد. ثم فيما بعد دخلت مريم بالصدام، إذا بدك بالأسئلة والإجابات وكذا، بالأسئلة طرحت كل الأسئلة. هلأ الناس انتقدوا الأسلوب. طيب هي تقول مريم عمليا أنه أنا مش شغلتي حوار، بالمعنى الأسئلة والأجوبة أنا شفت على طريقة الأسئلة الغربية، يعني هيك عادة صحيح. في الغرب يطرحون الأسئلة على مريم السياسيين. مريم بحياتها العادية بحياتها الطبيعية كانت جدا حقيقية. خمسة أنه مريم لم تتصنع على الشاشة، يعني مريم هي هكذا الذي يعرفها أنت وأنا بنعرفها، هذه مريم هيك بتحكي عمليا، هيك بتجلس، هيك بتتحدث. هلا يمكن لو عندها خبرة طويلة بالجلوس في الاستوديوات وكذا كان ربما لغة الجسد، الطريقة التي تحدثت فيها. ولكن طيب الأمر الآخر أنه ثمت من يقول أنه إيه بس هي طريقة طرحها للأسئلة لم استفزازي استفزازي، وأنه رئيس الحكومة كمان يعني هذا رئيس حكومة بالنهاية وكذا. هذه مريم البسة عمليا، هذه مريم. إيه؟ هلأ الهجوم اللي حصل، في هجوم أنت فيك تنتقدي تقولي والله طب واحد بلغة جسده ما كانت منيحة، يمكن كان لازم كعملت هيك مع رئيس الحريري، لازم تكون المقابلة بالحدود التعبير جدية أكثر، لازم كذا. أوكي، ولكن أنا أقول أنه ما شفنا الجوانب الإيجابية في هذه المقابلة، وطلع مواقف مهمة جدا، يعني مثلا موقف صح. أنه نحن لن نسمي طلعت بهذه المقابلة عمليا، الموقف إذا بدك إعادة التموضع في موضوع حزب الله طلعت من هذه المقابلة. مريم في المحطات الأساسية اللي كان هو عم يحكي عنه كانت عم تدخله معلومات، إذا بدك تناقض جزء مما كان يقوله. هلأ بيفضل أنه أنا زعلت لأنه يعني أنت حرة تنتقدي أي إعلامي، أي واحد كلنا ننتقد يعني، بس زعلت أنه تركز الهجوم صار على الشخصي، وأنه هيدي ما إلها علاقة بالإعلام وما إلها علاقة بالصحافة وما إلها علاقة. لا مش هيك، في ظروف تغيرت في المقابلة أولا، وفي مريم البسام هي مريم البسام، هاي مريم نخترع باختصار. مريم نخترع مريم تاني يعني. صحيح. ونقطة على السطر قال الرئيس الحريري 20 مرة بالمقابلة ونقطة على السطر يعني. بعدين هيدي مريم البسام ونقطة على السطر، هذه مريم البسام. بعدين انتبهي لما هو قال انه مش طق حنك وجاوبت انه لا دولة الرئيس، لا انت بتعرفها ما بينمزح مع بيهم في الامور، بعض الناس يعني تفاجأت بس مريم ما بيعرفها يعني. لا انا بالعكس انا شفت انه فيها كتير ايجابيات الحلقه صحيح. فيها الناس، في جزء من الناس معهم حق بانه والله باللغه الجسد بالطريقه بكذا بالتهكم اللي حصل مرحله معينه مش مشكلة، بس هل كانت مقابله فاشله؟ لا اكيد مش فاشله، انه اعلن فيها مجموعه من المواقف المهمه عمليا. صحيح. تحيه ل المديرة مريم. هذا طول بالا أنا أنا إذا عندي نصيحة دائما، لا بلا طويل بلا دائما أقولها بالنصائح إنه للزملاء، إنه اعمل ضميرك بالنهاية أنت بعالم من السوشيال ميديا 80-90% مرات العاطفة، لأنه انتبهي هلأ مثلا عاطفة الناس مع الرئيس الحريري رح يهاجموها عمليا تلقائيا. طب أنا لما عملت المقابلة مع السيد، طب ما كانت مقابلة طرحت كل الأسئلة، ما تعرضت لهجوم لأنه في بعض الأسئلة اعتبروا أنه ما لازم تسأل. نحن كصحفيين نسأل، مع أنه هيدي الأسئلة اللي اعتبرت ما لازم تسأل هي من أكثر الشيء اللي الناس بتحب تسمعه وتعرفه وبتتساءل عنه، يمكن ما بتزعلي من الأوقات أحيانا السؤال اللي بيعطي اكتفاء
بيكون بنظر البعض سؤال خفيف، ولكن هو اللي بيعطي اكتفاء. بعدين ما بتزعلي من العاطفة سمر، يعني أنا مثلا إذا بتعرض لهجوم من أبناء الأرض بالجنوب بالبقاع بكذا، بقول عاطفتهم هو ناس بيحبوا من نص قلبهم. لا أكلت نصيبك ما بك شيء.